الماضي، وإيران ضعيفة لكنها تعتبر أكبر دولة إرهابية. Massacred over 1,400 Israelis and took prisoners. Iran's ability to be able to defend itself is absolutely fundamental. And ending the humanitarian crisis in Gaza. But دعونا نذكر كيف بدأ هذا. بدأ هذا بالسبع من أكتوبر عندما قام حماس بعمل هجوم إرهابي على إسرائيل، وتم إخزاء أكثر من 1,000 من الرهائن. ولإنهاء هذا الصراع يتوجب أن يقوم باسترجاع على الرهائن، ولكن هناك أزرع تعمل بالنيابة عن إيران، وتجب على الولايات المتحدة أن تقوم باستئصالها. Said that he was the most flawed human being he'd ever met. المهم هنا هو أن تكون هناك إدارة ثابتة وقوية. ما يقوم به ترامب والتحدث عن قيادة الحشود ليس هذا هو ما نريده. ترامب يعتبر خطير والعالم الآن خطر. لقد قال أن جيم كيلي هو أكثر شيء أكثر شخص قابله، ولكن كان هذا وزير دفاع وكان مستشار أمن القومي، وقال أنه لا يجب أن يكون بجانب الولايات المتحدة الأمريكية. وأقرب سيناتور فانس قال أن ترامب لا يصلح للقيادة. ما نراه إن من خلال هاريس أنها قيادة ثابتة وتعمل تحت الضغوط وتفهم ما يهم حلفائها.